صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم الفلوج ان شاء الله راح يبلش، راح يكون عجيب، كله عن السوق. اللي تحب السوق قد تابع. راح نتكلم عن الاسواق الحلوه في كوريا او اللي راح نقدر نغطيها اليوم، ما راح نقدر نغطي كل الاسواق في سيول. طلبنا قهوتين وطلبنا الكيكة، طلع 11,000 يعني تقريبا 3 دنانير كويتي. الكاش عندنا خلص، فالحين قاعد أدفع بكريدت كارد على ما أصرف فلوس، لأن ما عندي فلوس كورية. السوق اللي يمنا اللي بفندقنا لوت هوتل سيول، في سوق كلها ماركات واشياء حلوه، وبس يعني غاليه تعتبر. فاشوف هناك ناس بس يتمشون، بس ما حد يشتري. انا ما ادري راح اشتري ولا ما راح اشتري. الكيكه الله يرحمها مسوينها حاره، صارت ياتها سرعه. ايش حلوه؟ عجبتني، لذيذة، طعمها طعم حليب البقر. والله حلو، أنا عندي حلو. حتى هذا طعمه فيه حليب بقر. ليش حاطة حليب؟ هو كفيلة فيه حليب، بس هذا الحليب زايد. طلبة أمريكان؟ لا يعني مو حليب زايد، ظهر حليب كامل دسم أو حليب مني ثقيل، ما أدري. يعني شيء أحس. لأن الحليب يعني طبيعي، أنتم مو متعودين على الحليب الطبيعي، أنتم متعودين على الحليب الصناعي اللي فيه كيماويات. أيه. حليب نيدو. هذا فندقنا اسمه لوت هوتيل سيول. أوكي، هذا يخاف علي يقول يدني يدني. أحلى شيء بالفندق مليون واحد يستقبلكم. فالسوق يكون مرتبط فيه هني، هذا المجمع مع هالفندق. احنا بنروح المجمع بس راح ندخل من الفندق. شكلي ابي اجرب هذه، حلوه شكلها صح؟ حلوه بس مش هي دبان العوده. نايس جود، ما اعرف يتكلمون ولا كلمه انجليزي. شلونها؟ حلوه صدق؟ والله انت صعب النظارات. ما اسوي عملية ليزك هذه وعد العيني عشان البس نظارة مو احسن لي؟ ما اشتري هالنظارة؟ ما راح تسوي، طول عمرك كنت بسوي. صدق؟ راح تسوي يعني؟ راح اسوي. تعبت خلاص، بس نظارة متعبة. كم سعرها هذه؟ هاو ماتش اسمها؟ 285. يعني كم؟ 65 دينار. تسوي ليزك احسن. ليزك؟ اي، ازيدها كم؟ تزيد 240. 240 واسوي ليزك احسن لي. بعد تحت في مكان كله مجوهرات، كله ذهب فضة ألماس. أنت يعني الذهب، أنت الفضة، أنت الألماس. لا لا يا ألماس، عيل أبي هذا اللي بمليون. امشي 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 امشي. مليون؟ لا مليون ون. إيه بمليون ون، وما عندي والله.
زين في ساعات توني صورت النظارة وفي مكان فوق هم نظارات وايد حلو وهم بوديكم فوق فوق يعني مو فوق الفندق لا في فوق صوب ثاني شلون ادليهم يا نفس المكان هذا فوق الحين نروح للاسانسير ونصعد فوق نفس المكان اوكي اي كله مفتوح على بعض $12 $20 هاي الصفرة شوفك هذه احلى الوردية وردية؟ ايه شو سعرها كم؟ سعرها $320 يعني تقريبا 100 دينار 110 دنانير كذي 100 طراق ما بسوي بس تستاهلين تستاهلين طيب اصلا بعد هي ما بسوي ليزك فعادي اخذها بيسوون ليزك ما ياخذون صح صح كلامك I want this one check please check عليها يقول لك انا check عليها انا بس فوق نظارتي لا عدنان check مزلقه ولا لا ايه الحين الساعه 2 الظهر افترينا شوي بالسوق اللي يمنا يعنى والحين صار وقت الأكل شوفوا يعني الأكل هنا شوي في كوريا شوية متعب زين مو شوية وايد متعب زين إحنا دائما ناكل أشياء ناكل سلمونة ساشيمي سوشي بس هم نتعب يعني ما نقدر كل ناكل هالأكل موجود تحت بنفس المكان اللي صورته توا زين بس الحين أنا بروح باكل مطعم إيراني وايد حلو المطعم تروحوا له حتى بال سبوي هم وايد أرخص من التاكسي لأن يعني التاكسي وايد غالي مو وايد غالي يعني بس يعني غالي لا غالي سبوي وايد أرخص اي صح سبوي يمنا يم فندقنا بالضبط يعني فيهم سبوي تحت الفندق بال يعني شي تنزلين نفس السوق تنزلين تحت بعد وفي سبوي ثاني بس لأن عدناني بدخن اي بطالعين برا اي عشان شي طالعين برا الحين هذه المحطة تشوفوني اسمها مكتوب الجيرو 1 2 فوق هذه المحطة مالت الفندق راح ننزل وراح نختار المحطة القريبة من مطعم إيراني أول شيء راح نشوف هذا الآب اسمه سبوي ينفعكم وايد حق كوريا زين تدخلونه الحين تشوفون هذه كلها خريطة كاملة كذي خريطة سبوي فأدخل شوي أقرب إحنا هني بالجيرو 1 هذه محطتنا الجيرو 1 وين بروح؟ بروح على الأزرق الفاتح هذه اسمها هيهوا هذه المحطة هيهوا هي اللي فيها المطعم الإيراني فش راح نسوي
راح نركب هني الجيرو 1 انزين بعدين ننزل على دنقم هذه كلتشر بارك لان هي على الازرق الفاتح فوق اربع محطات ايه؟ على الاخضر انزين ننزل على الازرق الفاتح ونروح هذه هنا هو اوكي اول شيء نختار الانجليش بعدين تختارون هذه اول رود سنجل جيرني تيكت هذه وان سنجل جيرني زين بعدها تختارين محطه احنا قلنا اسمها هنا هو يعني تحت الاتش تدورونها هني موجوده نيكست كاهي تضغطون عليها بعدها تختارون عدد الاشخاص هني حق الكبار هني حق الاطفال تحطون 3700 تحطون هني يعني انت حطيتي كم؟ 5000 هني تطلع التذاكر هذه اول تذكرة ثاني تذكرة هني يطلعون باقي الفلوس لان احنا حطينا 5000 والحساب كله 3700 سهل صح؟ اي سهل ما يبي له شيء بس كلها تدفع موانه كلها ندفع ها؟ كل كرت له تأمين فلازم تحطونه فيه عشان تاخذون فلوسكم وين 500 كل كرت كم 500 يعني 150 فلس يعني كلهم صاروا 1300 فلس كل ما تطلعون من محطه كروتكم تاخذون عليها تأمين تصيرون وايد اذا جمعتوا وما ما اخذتيهم طول السفره يعني طول السفره راح يصيرون وايد اي وايد كاهمة شكذرهم هاي مات الكاميرا بس كاهمة إيراني اسم المطعم ذا بيرجيان بالاس هذا اوكي تدخلون هني داوس كان تشوفون صوره كل مكان ما يحب نفسه ما يحب الشو ما يحب يسوي حق الناس انه هو كلش مسكين لا 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 والله اخلاقه حلوه يسولف والله يلا وريهم صوره هني صوره كل المحا صوره كل المحل ها اوكي وينه موجود احنا مكان قلنا كزاوية هاي سلام هاي سلام المطعم اكله حلال زين بس شويه بلا ملح لان الكوريين ما يحبون الملح واحنا الحين ثالث مره نيجي المطعم ثالث مره لذيذ الأكل وايد حلو الحين راح نصاحب المطعم ونسأله كم شيء شنو الأشياء اللي يحبونهم راح يقولنا عيش كباب وراح يقولنا لحم مفروم بل كلنا نطلبهم صح شلونك زين شنو إف قيمة بعدم جنغوت آنی بیکام کورشته بعدم جان اف بامیا گو اینساید بیکام کورش بامیا مارک بامیا با عرب پیپل دی نو ایت از سالون آیتون ایه
مرق. This one with rice, huh? Rice and upper side is hard, not soft. Okay. حكوك. Similar to tachin. You know what is tachin? Yes. Yeah, هذا فيه حكوك من فوق وعيش. Okay. وهذا قيمة. We want this one. This two. Yeah, two. It I think is good. Okay. الحين نصل الأكل. هذا المرق. زين. مرق قيمة. مش قيمة. وهذا العيش مع الحكوك. هذا خبز عدنان. خبز مقسوم. This one you should cut it like this, like a cake. Yeah. Like the cake? Yeah, like a cake you cut. Okay. But Kuwaiti people, I think they know this as a tachin also because in Iran they call it tachin. طاجين تاتشين طاجين تاتشين so next you put one piece here put for me the most black one okay yeah most black one is this side yes yeah so and next you put yeah. next you mix salona can I do for you yes I need the salt yeah salt also I bring for you next one spoon you put salona over it and mix it together, put inside khobos, also eat. Introduce yourself. My name is Shahpur. I've been here for 30 years. Yeah. I'm Iranian. Anytime, come and enjoy Persian special kebab. And you're doctor. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. طلع دكتور ها؟ طلع دكتور دكتور وعنده تي في شو هذه هوايته المطعم ها؟ هوايته الطبخ عدنان يقول إن رخيص المطعم وأنا أشوف إنه غالي لأن العيش 6 دنانير زين تقريبا 6-6.5 والمرق هم 6 دنانير يعني هالطبق بس هذا الاثنين مع بعض صار 40,000 اللي هو تقريبا 12 دينار هي رخيص لأنه مو دير عربية كوريا بس هم غالي كوريا صعب تحصلي مطاعم أصلا عربية أدري بس هم غالي أنا آسف حطوا 50,000 15 دينار اوكي هذا 40,000 12 دينار الحمد لله خلصنا الغداء كان الاكل لذيذ عجبك عدنان اي وايد حلو ها حلو وايد حلو كان لذيذ وايد الحين انا سويت سيرش يعني انا في سوق دائما نروح اللي هو شارع ميون دانج بس انا ما ابي اصور الحين لانه معروف يعني الكل يروح بكوريا زين الحين بروح سوق هو حق الاطفال مجمع يكون كله ملابس اطفال وكذي اول مره بروحه وياكم بالفلوج ها اوكي يلا السوق هذا المعروف اللي تقولين عنه هو اللي فيه كله ذا فيس شوب ومكياج وكذي صح اي اي قصدي انا شارع ميون دانج اللي كله فيه مثل اللي يسمونه شارع الجمال كله فيه منتجات تجميل ماركات كورية يعني إذا مدانة راح أصوره إذا ما مدانة موجود بالنت بس تكتبون شارع هذا ميون دانج في سيول راح يطلع سهل وايد فأنا بروح شيء مو سهل وايد أول مرة أروح له يلا الحين كوريا دولة فقيرة ولا شنو لا ما صنفها دولة فقيرة يعني دولة شنو عيب دولة يعني غنية عندهم مصانع عندهم عندهم اشياء عندهم يعني الدولة عندها مصانع دولة غنية طبعا يعني يعني هم ناس يصنعون شغلهم نفسهم ما ادري يعني حتى الهند عندهم مصانع حتى مصر عندهم مصانع ما ادري والله في وايد فقارة لا اعلم بس ايش دخلنا بالمواضيع هذه بشوفك ابي اشوف ثقافتك والله هذا موضوع بالسفر يبطلونه اي بعد الدولة اللي رايحين لها قاعد نسأل عنها غنية فقيرة شنو بالضبط؟ سو سيرش بجوجل ليش سيرش؟ كا جوجل يمي كم عدد سكانها؟ 53 مليون جوجل كم عدد سكان الصين؟ بليون و200 و لا بليون 379 كنا كم عدد سكان الهند؟ كنا بليون و200 وشي و70 جوجل مو جوجل هذا احنا امس متناقشين فيه
طلعنا من المحطة لقينا هذا السوق كله اوكي، فما ندري وين المجمع، راح نروح هالاتجاه هالاتجاه ونشوف اي صوب المجمع. وايد حر وايد حر تعبنا صدق والله، وجهي ذاب ذاب مع اني مو حاطة فاونديشن وايد، مو حاطة مكياج وايد، يعني حاطة شي خفيف يعني حق الفلوج، لان انا هني بكوريا ترى ما احط ميك اب، اللي تابعوني بسناب يدرون يشوفون وجهي بدون ميك اب. اتوقع هذا السوق يعتبر يعني سوق مثل يعني شعبي وكذي، في وايد اشياء منوعه. للحين ما وصلت المجمع اللي ابي، للحين السوق كله على كل يا شباب. هذه ليفه الأطفال، اسمه بوردينج تشيلدرن كلودينج سنتر، وهو لما تدشون الدور الأرضي كله يخرع مو حلو مال الكبار، الدور الثاني والثالث هو حق الأطفال بس. الحين راح أخذكم جولة وياي وبعدين راح أسكر لأني بشتري حق عيالي. مجمع بيسكر بس معادل إلا إذا بتشتري. شلون الأسعار؟ حلوة رخيصة يعني. يعني على كم؟ يعني هذا 3 دنانير. هاي زجاج 9 يا 2 9 2 9 يس. حق البنات؟ ايه. كم اسعارهم يعني؟ 3 دنانير النفنوف. هذا النفنوف؟ بليك سيم سايز. مو حق بنات زينب. اه. اي بنات اختك. السوق شو كنظرة يعني قولي لنا. اي والله حلو عجبني، ونس، ملابس كورية وايد حلوة، موديلاتهم عجيبين، بس لازم الياهل يكون ضعيف. ما يكون بطل. يس. 1 2 3 يس. How much? 36؟ 55. اوكي. نيجي تعلمين الناس الكاسروم؟ لا 55. 55. الساعة 5 سوق الأطفال تسكر. السوق هذا وايد كبير، مو بس مجمع الأطفال، فيه وايد أشياء، ما أقدر أغطي كل شيء، بس اللي يحب الأشياء شي خرابي تطمش يشوف سوقهم بضاعتهم. هي هذا السوق المحطة اللي قلت عنها، وأكيد يعني يوم واحد ما يكفي لأنه وايد عود، في بعد سرداب، في يمين، في يسار، في وراء، يعني وايد فيه. فبس هذا اللي قدرت على هالسوق. هني يبيعون رقي حر، يبي له رقي. ها اوف صدق رقي. عيش رقي يا عطر عنون يعني. لا تزف اشترى، هذه عصبيه. لا تعال انا غرفه رقي عشان انا اقول لك
تيك اواي يس اعطيني هذه تاخذ البلد من ايدي شو الرقم ايه لذيذ حلو والله شو ما بنافلوس؟ تعال كيف؟ يبغى إيش بتقولينا صح؟ أنت بتعطيني إياها صح؟ 10,000 أعطيناها. وحين هذيلا بألفين يعني 2000 يعني 600 فلس. الرقيتين 600 فلس وايد. لا مو غالية. صدق؟ كيف يا عبد لذيذ؟ هلا. 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 باي باي. باي باي. من صدم الياهل. Very good. Very good.